امتدادات لوزارة المالية ورئيس الحكومة لمدجد المساعدة في الفترة هذه حاليا ماليا أساسا لإنقاذ الموسم الصيفي. باعتبار نعتقد وتعتقد الناس كل أهل الاقتصاد أنه ممكن نكون قادمين على موسم صيفي يكون واعد بالنسبة للتينيسيات باعتبار عودة المهاجرين. قضية عاجلا وانتظار أنه بعد الصيف تكون لنا جلسات الإفعاد حول إعادة الهيكلة فيها التسريح بتاع العمال والبرامج الضيء اللي تحط في 2014 تسريح 1200 خدام وتعاودة حين في 2017 وحين في 2013. هذا البرنامج سيحكوا فيه بعد الصيف.